أما حمزة كان برا مع ليغارد كيحاول يعيط لصيف ولكن ما كيجاوبش بمرة، كيبقى غير التليفون كيسون. حمزة وجه كلامه للغارد اللي في الباب: اجمع لي الرجال كاملين دابا وصيفط لهم هاد البلاصة اللي غنصيفط لهم. ودابا شوية كانوا كاع ليغارد مجموعين وركبوا في طوموبيلات تابعين حمزة اللي كان بطوموبيلته القدام. بقاو غادين وفي القصر ناض الحاج من بلاصتو وعقلو كيدي ويجيب مشوش بزاف، عارف ولدو راجل وقاد بشغال. والحاجة بقات جالسة حتى دخل واحد من ليغارد وهو يقول: الحاجة، شي واحد سميتو المهدي كيقول بلي مازال ما كمل حتى هضرتو. ونطقات لطيفة اللي كانت نازلة في الدروج قالت: ولد اختي جاي يشوفني، ولا حتى هو ممنوع؟ قالت ليها الحاجة: عارفين شنو كتقولي، احنا ما موالفينش نجريو على الطياب، خليه يتفضل. قالت هادشي وخنزرات في لطيفة وطلعت، الشي اللي خلى لطيفة تبتسم. ودخل المهدي ومشى جلس عادي، احتاجت رقية حطات الحلوى وأتاي ومشات. وهو يقول: كل شي واجد. قالت له لطيفة: داك القتال داير كاميرا في البيت. وقال المهدي: ومصيبة هاد، خاصني نطلع الفوق. شافوا مزيان في جنابهم وما كان حتى شي واحد وطلعوا. غير وصلوا الفوق ودخل المهدي المكتب سيف الدين وهز البيسي والحسن حظو ما كانش فيه الكود. شوية خرج المهدي وعلم لطيفة باللي كل شي كيف ما بغاو ومشى معها البيت صحن، هز السيكان ونزلهم لتحت وتعاونوا على سحر وهزوها وخرجوها. اغتنموا الفرصة بأنه ما كان حتى شي واحد، حطوها اللور في الطوموبيل وركبات لطيفة القدام وكثير المهدي. حمزة وليغارد غير وصلوا للديبو ولقاو الطوموبيلة ديال السيف مركونة في الجنب. انزل حمزة هاد السلاح وليغارد حتاهم، تفرقوا في البلاصة حتى ولاو محاوطين الديبو كامل. دخلوا هما يتصدموا بشنو شاف. حمزة فشلوا عليه رجليه وهو كيشوف صديق العمر ديالو طايح في الأرض وغارق في دمه، كان مضروب في ظهره يعني تضرب بالغدر. مشى عنده حمزة كيجري وكيعيط بسميته، ولكن سيف الدين ما كيجاوبش، كان فاقد الوعي. حمزة قرب لسيف الدين وكيهمس: سيف صاحبي تحمل الله يخليك. أما في القصر الحاجة بدات كتغوت وكتقول: انزل شوف مرات سيف واش كاينه في بيتها. ناضت حتى هي كتجري ولقات سابقها، حلوا الباب ديال البيت وهما ما يلقاوهاش. وهي تقول الحاجة: داروها بكم، سيف الدين ملي غيرجع ما غيدوزهاش لكم. بدات الحاجة كتعيط على الحاج ولكن حتى واحد ما كان كيجاوب. وعند الشريفة اللي غير نزلات وشافت داكشي وفهمات شنو طرا وعيطات على نور الدين، والخبار غير وصلت نور الدين وتنشرات في المنطقة كامل. هاد الشي كان في صالح يحيى اللي غير سمع شنو طرا، وأول حاجة طاحت ليه في بال هادي هي أنسب فرصة باش يضرب سيف ويفضحو قدام الناس. اشحال تسنى هاد النهار ونساب اللي مراته حتى هي هربات من قبل وتستر عليها سيف ووصى كل شي باش ما يهضروش. لبس حوايجو وخرج وهو كيدعي بينه وبين نفسه يلقاهم ويقتلهم قبل ما يطلع عليهم النهار. وقبل ما يرجع سيف الدين دازت شحال من ساعة والمهدي سايق، وكل مرة كانت كتدور لطيفة كتشوف واش سحر فاقد ولا لا. قالت لطيفة: اشنو غنديرو دابا معها ملي تفيق؟ هو يقول المهدي: غادا تغوت حتى تعيا وغادا تسكت حيت في الأخير راه اعتقناها من الموت. قالت لطيفة: أنا خايفة غير تكون طرات بيناتهم شي حاجة ولات كتبغي. وهو يقول المهدي: سحر طبيبة وما نضمش تكلخ حتى لهاد الدرجة. قال: طبيبة معقدتها، راها غالطة إلا بغات تعيش الحب والغرام معاه، يقتلها وما يحنش. وهما مازالين غادين حتى شاف المهدي في المرايا القدامية وشاف واحد المرسيدس كحلة تبعاهم. قال: كنتمنى يكون داكشي اللي في بالي غلط. قالت له لطيفة: علاش مالك؟ وهو يقول:
شي طوموبيل تابعنا من لون. قالت قلت ليك نمشيو في لودوروت وانت اللي بغيتي تدوزنا من هاد الخلا. وهو يقول المهدي فكرت باللي هاد الطريق مختصر، ابقى غادي وكيشوف حتى تاكد ان الطوموبيل تابعهم. يحيى قدر يلحق عليهم خصوصا ان ايده طويله. دغيا سول على المهدي وعرف حتى اللوكاليزاسيون ديالو، كان تابعهم وكيتسنى غير طريق تزيد تخوى باش يفرزهم. وفي القصر الحاجة كتمشي وكتجي وكتفكر كدير في هاد الوحمة. حتى دخل الحاج وغير شافته مشات كتجري كتعاود ليه مطرة. جلس في الكرسي شاد قلبه وعيط على ناصر اللي ما كانش كيجاوب نهائيا على التليفون. خرج كيعيط على رجال الاخرين اللي جاو ووجدوا جوج طوموبيلات ومشى شاد الطريق على امل يلقاهم. يحيى بقى غادي بسرعه حتى وقف قدامهم وفران المهدي وتزعزعوا بالفران اللي ضرب. سحر يلاه بدات كتفيق، كتلقى راسها في الطوموبيل والمهدي كيسد في البيبان وخالتها كترجف بالخلعه. دورات عينيها وهي تجي في يحيى اللي نزل من طوموبيلته ووقف قدامهم وموجه سلاحه في اتجاه المهدي. قالت اشنو واقع فين حنا؟ وهي تقول لطيف المهدي غادي يقتلنا الى ما نزلناش. المهدي بقى كيشوف فيهم مطولا وخصوصا في الصحر، وهو يحل الطوموبيل وخرج عند يحيى. يحيى صوب سلاح جهته وقال له اعطيني البنت وتيسر، ما في اللي تبلى بيك. قال له المهدي واخا تقتلني ما غاديش ديها، شكون انت؟ يحيى ابتسم وقال ان قتلك وبلا ما نتردد اخر انذار، خليني نديها وسيروا بحالكم. وهما مازال كيهضروا حتى وقفات طوموبيل كانت جايه بعجاجتها، انزل منها اخر شخص كانوا كيتوقعوه. انا رجعوا شويه للور، جات لومبيلونس هزات سيف وحمزه طلع معاه وتبعوه ليكار. وغير وصلوا المستشفى ودخلوه كيجريو به ساعة، وحمزة كيمشي ويجي في الممر وهو كيتسنى الطبيب يخرج. أما ليغارد خرجوا لبرا ووحدين أخرين مشاو للقصر باش يجيبوا الأم ديال سيف. أبقى حمزة جالس على أعصابه حتى خرج الطبيب، سولوا وقال له الدكتور الحمد لله قدرنا نخرجوا القرطاسة ونخيطوا الجرح ونقلناه لغرفة دابا باش يرتاح شي شوية وغادي يفيق، غير هو ممنوع باش يتحرك. قال حمزة يعني دابا ما كاين حتى شي خطر على حياته؟ قال له الدكتور لا الحمد لله غير ما يتحركش. حمزة يلاه غادي يطل على سيف حتى تعرض له البوليس. قال له خاصنا ناخدو أقوالك، قالوا لينا انت اللي جبتيه يعني كنتي تما. قال حمزة اه كنت تما ولكن انا ما شفت والو، مشيت لقيته طايح. بقى البوليس شحال وهو هادر مع حمزة سالة وقال له شكرا على إفادتك. ومشى حمزة طلع البيت فين كاين سيف ومع الحلة ديال الباب مع الحلة ديال عينيه، لقى الناموسية خاوية والسيروم مقطع والحوايج المستشفى مليوحين. كيفاش مشى ووقتاش ومنين خرج؟ هاد الشي خلى حمزة تال خرج كيجري وكيغوت على ليغارد حتى نطق واحد. قال من اللي فاق طلب من الفرملية اللي كانت عنده تكلمني وطلب مني نجيب له الحوايج وخدا السوارت ديال الطوموبيل ومشى. حمزة شنق عليه وقال له كيفاش خليتيه يمشي كيفاش؟ قال حاولت نمنعه ولكن راك عارف سيسي. قال حمزة وفين مشى؟ جاوبوا الجارد ما عرفتش ولكن اللي فهمت ولكن كان داير شي جهاز تعقب تليفون خالة المدام ديالي، اطلب مني نجيب ليه تليفونه اللي بقى في الطوموبيل باش يحدد البلاصة. حمزة طلق منه وكيقول ايش درتي يا سيف؟ انا رجعوا البلاصة اللي فيها صحر. انزل سيف من طوموبيلته واثر العيا باين في وجهه اللي كله عرقان. صحر غير شافته عينيها وساعه بالخلعة وهو يقول يحيى ايش من حق تابع مراتي؟ قال له يحيى تابعها اشرف
الوقت اللي كنتي انت غابر فيه امراتك هربات مع واحد اخر، وانا باغي دابا نغسل شرفك اللي توسخ. سيف الدين تعصب حتى بداو ايديه كيترعدوا والعروقة خرجوا. قال مراتي انا بوحدي اللي نحاسبها، وانا اللي سمحت ليها تمشي. ابتسم يحيى باستهزاء وقال مرضيتيش سيف، مراتك هربات. ها الاولى انت احرات والتانية هربات، قدرك هكا، ما عندك ما تدير. سيف الدين جبد سلاحه موراه وشاف صحر شحال وضرب يحيى اللي بقى مصدوم وهو حاط يده على كرشه والدم نازل. وهو يقول سيف الدين مراتي ما كيهز عليها السلاح حتى واحد، ما كملها حتى كان طايح في الارض حتى هو وكينزل. ساحر بقات مصدومة لتواني كتشوف يحيى اللي طايح في الأرض، ويلا غدا تحل الباب وتخرج تجري عند سيف اللي شافته طايح قدامها. كان المهدي ركب وديمارة وزاد بقى غادي وهي تغوت فيه. المهدي وقف، جاتني الدوخة. المهدي شاف فيها وقف وهي تقول ممكن تخليوني بوحدي؟ قالت ليها لطيفة لا ما يمكنش. وهي تقول يا تنزلوا نتوما يا نزل انا. شافوا في بعضياتهم ونزلوا، حيت لا هما هما ولا هي. الى نزلت تقدر تحاول تهرب ولا تشير شي طوموبيل ولا تدير اي حاجه. سحر كل شيء كيتوقعوه منها. نزلوا من الطوموبيل وبداو كيهضروا، وهي تقول لطيفه البنت والفات غتضيع مستقبلها وخدمتها ومعامل مع قتال. قال المهدي صافي يا خالتي سكتي ما تبكيش، غادة تنساه وغادة ترجع. باقي يلا غيكمل هضرته حتى كيشوفوا صحر ديمارات وكثيرات. تبعها المهدي كيجري وكيغوت، ولكن كانت غادة طائرة بالطوموبيل. خالتها طاحت على ركابيها وبقات كتبكي، وعند حمزة كيغوت قلبوا عليه قلبوا عليه، ولو يكون تحت الأرض طلعوه. الجارد حناو رؤوسهم ومشاو كيجري وركبوه بداو في الاتصالات كيقلبوا. وفي الديبو كيتكلم الشخص ببرود، قال متأكد ما قلتو ليه والو؟ قال له الشخص الثاني لا، ولكن كون ما جيتيش في الوقت المناسب وضربتيه كان الحمار اللي معايا غادي ينتقب كل شيء. وهو يقول ايوا ملي كان غادي ينتقب كل شيء راه يستاهل يموت. وصوب ديك الساعة السلاح شخص آخر كان كيبكي ويطلب بالخلعة، كيقول عندي وليدات عندي. باقي ما كملش هضرته وجاته رصاصة وسط دماغه. سحر كانت غادة طايرة بالطوموبيل، علاش رجعت؟ وهي اللي كانت نهار وليل كتفكر تهرب، قلبها ما خلاهاش. كتفكر شحال من مرة دافع عليها ووقف قدام أي واحد بغي يآديها ولو بالخضرة. غادة وكتشوف في الطريق حتى بان ليها مازال طايح. نزلت كتجري وكتبكي، نزلت عنده كتجري وكتبكي وكتضرب في وجهه سيف سيف سيف. حطت ايدها على ظهره ولقات الدم، وهزات الشيرت وهو يبان ليها الجرح تحل. ما فهمت والو، انت تضرب؟ حاولت تنوضه ووالو، جاها تقيل ولكن بقات كتجرو ورد البال مع الجرح حتى حطاتو اللور في طوموبيلته. رجعت عند يحيى اللي كان مليوح وشافت النبض ولقاته باقي عايش، ولكن نبضه منخفض. مشات كتجري لطوموبيل سيف كتقلب على التليفون، وغير لقاتو عيطات على لومبيلونس كتعلمهم بالبلاصة فين كاين يحيى. ديمارات باتجاه المستشفى والدموع في عينيها. كل مرة كتدور كتشوف والسيف فاق، ولا كتطل على كرشو واش باقي كيتنفس وحي. وميات سؤال كيضرب ليها في راسها، فين كان سيف؟ وعلاش تضرب؟ يعني داكشي اللي قالت خالتها بالصح، سيف مشى الموت على رجليه، ولكن علاش؟ وصلت به المستشفى وخرجوا المسعفين خداو من عندها. دخلت لداخل وهي تلقى الحاجة جالسة وغير شافتها وهي تنوض عندها وصرفقاتها، وقالت قليلة الأصل تقنع فيك
وتاق فيك ولدي باش في الاخر تهربي مع واحد اخر. باغت شو هنا سحر بقات غير كتبكي بلا ما تهضر، بالها غير مع سيف كي غادي يفكر. واش غيفكر فيها بحال امه؟ الحاجه كتغوت وسحر غير ساكته وكتفكر حتى بغات تجري عليها. وهو يجي حمزه اللي غير سمع اشنو ترى وهو يرجع كيجري وعلم ليكارد. حمزه بحد الحاجه وجر معاه سحر وهو يقول علاش هربت؟ سحر هزات عينيها فيه وهي تقول ما هربتش خطفوني. واش كون هربت غدا نرجع عنده؟ وهو يقول حمزه كيفاش؟ بدات سحر كتعاود ليه من الاول حتى الاخر. قال ويحيى دابا جابوه؟ قالت ما عرفتش انا عيطت على لومبيلونس. وبقات ساكته شحال وهي تسول. حمزه ممكن نسولك ولكن الله يخليك جاوبني بصراحه. قال سولي. قالت له فين مشى سيف وعلاش؟ وهو يقول مشى باش يعرف شكون قتل مراته الله يرحمها. سحر بداو دموع حكيم يسلو. قالت صافي وابتسمات بحرقه وهي تقول عادي باقي كيبغيها. قال لها حمزه هاد الشي ما عنده حتى شي علاقه بكيبغيها او لا لا. وهي تقول وباش؟ حمزه كيتفكر اخر هضره كانت بينه وبين سيف على نادله. قال لي باقي كتبغيها؟ قال لي سيف الدين ماشي كنبغيها ولا لا ولكن حرقه ناديه مازال ما برداتش. قال حمزه خاصك تنسى صاحبي الا بقيتي هكا ما غاديش تعيش مرتاح. اشنو ذنب سحر؟ جاوبو سيف الدين بابتسامه. سحر طال الزمان ولا قصار غدا تهرب وفي اول فرصه. اسكت شحال ورجع الدق وحرقه ناديه حمزه بحال حرقه ديك الام اللي ولدها غرق. ما كترتاح حتى كيلوحوا البحر وكتدفن بالرغم من انها عارفه مات واللي عطى الله عطاه ولكن حرقتها ما كتبرد شويه حتى كيخرج من البحر. وهكاك انا دم مراتي وولدي نهار نقتل اللي قتلهم غادي نبدا حياتي. نرجعوا للحاضر. قال حمزه هاد الشي اللي قال لي بالضبط داك النهار وإنا كنتي باغاه خاصك تصبري معاه. سيف قبيح يمكن ولكن قلبه زوين وبزاف وما ننصحكش تخلي عليه حيت بحاله ما كيكونوش بزاف. سحر بقات غير ساكته وكتسمع وتفكر. بقاو جالسين حتى جات الممرضه كتعلمهم باللي فاق. سحر بقات جالسه خلات ماماه والحاج يدخلوا اللي عاد وصل ورمقها بنفس نظارات الام ديال سيف. حتى حمزه دخل معاهم وهي بقات جالسه. خرجوا وجا عندها حمزه قال علاش ما دخلتيش؟ قالت غير حساب له هربت. ابتسم حمزه وقال دخلي راه كيسول عليك. ناضت كدير خطوه لقدام وجوج اللور حتى الاخر وهي تقرر تدخل وهزاتني في هالسما. قالت في خاطرها ما تديرش ما تخافش. دخلت وهو يشوف فيها بقى متبعها بعينيه وهي جايه وحتى هي ما قدراتش تنزلهم. وهو يقول اجي لهنا. سحر كانت مشات جلسات بعيد وطلب منها تجي حداه. قال تجي ولا نجي؟ نادت سحر عنده جلسات ونطقات شوف انا راه والله ما قاطعها. وقال عارف. قالت اشنو عارف؟ قال ليها عارفك ما هربتيش في نظارك كون عرفتك هربت كنت غادي نتبعك في هذيك الحاله. كنت غنبرا شويه علي عاد نردك رده ديال الكلام. وهي تقول ايوا المهم هادشي اللي كنت باغا نقول ليك الحمد لله على سلامتك. وقفات وهو يجرها بالجهد حتى رجعات جلسات وقال اجي لهنا. جرها وعنقها وهي ديك التعنيقه بحال كانت كتسناها غير عنقها وبدات كتبكي. الخوف اللي دازت منه اليوم من البداية حتى لاخر لحظه وهي كتدخلوا للطوموبيل عاد رجع عليها. قال سمحي لي ما كنتش تما. سحر زادت شدات في التيشيرت وبدات كتبكي حتى ارتاحت وهي تبعت كانت حميمره وكتحك في عينيها. شاف فيها سيف وضرب ليها نيفها بصبعه وهو يقول
قاعد شيخو فيك وانتي كتقيلي تخرجي في عينيك. قالت وصافي ما تصارش، وهو يقول راه كان نقول لك لسانك غادي نقطعو لك شي نهار. خرجت ودخل حمزة وهو يقول العجب ما سمعناش غواتكم. قال له سيف الدين علاش؟ وهو يقول حمزة حل الهروب. قال سيف الدين ما هرباتش حمزة. وهو يقول عارف راه قالتها ليا انت اللي منين عرفتي؟ سيف الدين كيتفكر ملي فاق من العملية اول حاجة دار اطلب من الكارد يجيبوا ليه تليفون، وفي تليفونه كاين عنده تطبيق كيسجل تسجيل الكاميرات، وخا يتمحى من البيسي كيبقى عنده هو. اول حاجة دار طلع على صاحب، وهو تصدم خالتها ضرباتها وهي فقدات الوعي. رجع التسجيل اللور وسمع كل شيء، ومشى شاف في البيت ديال خالتها وسمع هضرتها كاملة مع المهدي. داكشي علاش وصل عليهم دغيا بلا ما يضيع الوقت. انا رجعوا قال له حمزة مزيان دوك الكاميرات نفعوا. قال ليه سيف حتى كون ما كانش تليفون كنت غادي نعرف، البيسي ما فيهش المودو باس اللي تخليه كتصوروا الكاميرا ديال البيسي. وجات سارة ومشات جلسات هي وسحر في الكافيتيريا ولي قاد موراهم. قالت سحر وعدتيني ترجعي تعاودي لي، واش اللي مشيتي عنده هو اللي قتل نادية؟ قالت سارة لا أكيد لا، واش غادي نخرج مع اللي قاتل مرات خويا؟ وهي تقول سحر حيت على ما كنت عرفت انتي عارفة شي سر ومخبيه على سيف. سارة بدأوا الدموع كينزلوا ليها وهي تقول اللي قتلها شخص آخر، وإلا قلتها ليك غنعرض حياتك للخطر. قالت سحر علاش؟ جاوبتها سارة حيت قريب لينا بزاف كتار من اللي كتصوري. وبدات كتبكي. قالت ليها سحر نقدر نعاونك سارة، علاش مخبية على سيف وانتي كتشوفي شحال كيتعذب باش يلقى اللي قتلها؟ قالت ليها سارة ما نقدرش، سر واحد غيدمر ليه حياته، غيحل ليه عينيه على شحال من حاجة، غيلقى راسو قاعد سنين عايش كدبة. وهي تقول سحر حتى لهاد الدرجة؟ جاوبتها سارة وكتار. قالت سحر وانتي منين عرفتي هاد الشي؟ قالت نهار تقتلات نادية الله يرحمها ما كان حتى شي واحد في الدار من غيرها، هاد الشي اللي كان داير القتال في راسه. ولكن داك النهار كنت جيت من فرنسا على غفلة ناوية ندير ليهم مفاجأة، حتى صدقت أنا اللي ديت صدمة عمري. قالت سحر هاد الشي اللي خلاك في صدمة من اللي رجعتي؟ جاوبتها سارة هاد الشي وبزاف ديال الحوايج. قالت سحر عاودي ليا. وهي تقول سارة حتى نرجعوا للقصر ونعاود ليك كل شي. طلعوا من فوق وهو يقول حمزة بلا ما تبقاو كلكم هنا، انا اليوم غادي نبات عنده. الحاجة سير وترتاح. سارة حتى انتي سير. سحر يلا بغي يهضر معاها. انا غدا نبات عنده ما غنمشي فين؟ قال حمزة من الاحسن تمشي. قالت لي لا ما غداش نمشي. بقى حمزة كيشوف فيها حتى عيا وخلاها وخرج باش يوصل الحاج والحاجة وسارة ويرجع، وخلى لي قارد حاضن سبيطار. اكيد اعداء سيف كتار. سحر بقت جالسة برا حتى كتبان ليها شريفة جاية والحزن باين في عينيها. بلا ما تنطق حتى شي حرف مع سحر دخلات عند سيف وهي تقول سحر انتي اللي كنتي باقة ناقصة. سيف الدين كان متكي حتى شاف شريفة دخلات عنده وهي تقول الحمد لله على سلامتك. قال ليها شكرا. وهي تقول انا كان اعتذر دخلتك في مشاكل مع يحيى. قاطعها سيف وقال انا ضربته على ود مراتي، انتي ما عندك حتى شي دخل. حنات راسها وهي تقول سعداتها نخليك دابا ترتاح وما يكون باس عندك. قال لي هاسيف شكرا بلا ما يزيد يهضر وخرجات وشافت في الصحر ومشات. تكيت حداه صحر وبتسمات وتخشات فيه ونعسات، وحتى هو ضمها لصدره وغمض عينيه مستسلم للنعاس. دازت الليلة عندهم وصحر مرة مرة كتضربها الفيقة كتشوف واش سيف الدين ما كيضره والو. أما شريفة كانت جالسة حدا راس يحيى اللي خرج من العملية
ونعس. جالسة وكتشوف فيه وكتفكر أيامهم، وليت كتحس ببرود من جهته. واش باقا كتبغيه؟ ما عرفاتش. بقيت كتفكر وتفكر حتى خرجت برا تشم الهواء. ما حسات حتى لقات راسها قدام غرفة سيف الدين. حلاتها ودخلات وهي تصدم من المنظر اللي شافت. كانوا ناعسين حدا بعضياتهم، سحر متكية فوق من صدره وهو محاوطها بإيديه بجوج ومزير عليها. بقيت كتشوف فيهم وهي كتمنى كون كانت في بلاصة سحر. ما عرفاتش علاش حساتها، باش هي حسل منها، حتى هي زوينة، علاش القدر يظلمها من دون الناس، حتى كتحس بشي خيال موراها. كان حمزة وهو يقول هاد الجوج قد ما بقى وغيبغيو بعضياتهم. شريفة ابتسمت وقالت سيف مو حالي يصبر عليها بزاف. قال حمزة علاش كتقولي هكا؟ قالت غير توقعت. وهو يقول حمزة كيبقى؟ قالت شريفة هانت كتشوف فيه. ابتسم حمزة وقال كان هدر على راجلك. تحرجات وقالت لاباس لاباس عليه. قال ليها يلا نخرجوا باش ما نفيقوهمش. خرجت شريفة مع حمزة ومشى هو جلس في التحت كيفكر. أما هي رجعت عند يحيى وهي مصرة أكثر من أي وقت داس على الطلاق. خرج سيف وصحر من السبيطار ومشاو لحد الدار في الجبل غير بوحدهم. وفي السبيطار قال الطبيب مدام درنا اللي في جهدنا ولكن البركة في راسك. شريفة طاحت الأرض ما تيقاش. يلا في الليل كانت عنده وكانت حالته مستقرة. كيفاش؟ أشنو وقع وإيمتى؟ جلست على الكرسي وهي مصدومة وكتشوف في الفراغ. شوية وصل عندها الحاج وكان مصدوم بالخبر اللي سمع بين ليلى وضحاها يحيى مات ولا بحال عمره ما كان. وفي القصر صلاوا على يحيى صلاة الظهر ورجعوا وشريفة غير جالسة ما نطقات بحتى حرف مصدومة. ولكن في الأخير ما عندها ما تدير، كل شي مكتاب ديال الله. الحاجة كتطبطب عليها وقالت الله يصبرك بنتي، انتي راكي بحال بنتي سارة. قالت شريفة عارفة الحاجة، شكرا بزاف حيت خليتوني عندكم هاد المدة. وحنات راسها ورجعت هزاته وهي تقول ولكن خاصني نرجع لدارنا، داك اللي كنت هربانة منه راه الله يرحمه. قطعتها الحاجة وهي تقول لا بنتي، انتي أمان عندنا، حتى تفوت الربعين وسيري لبغيتي. شريفة باست لها إيدها وقالت له لا يخطيك. وهي تقول الحاجة الله يرضى عليك بنتي. رجعت سحر وسيف للقصر، وسحر غير شافت شريفة وركبوها الجنون. مشات حدا سيف وهي تشد ليه في إيديه، شاف فيها وقال سبحانك يا مبدل الأحوال. تسمات وقالت غير حيت مريض. سيف هز عينيه هو يشوف شريفة كتشوف فيهم، طير البلان في البلاصة. ابتسم وقال مريض. حيد إيديه من إيدها وهي تزنق يلا غدا تهدر. حط إيدو على خصرها وجرها لعنده وباسها في راسها ودخلوا. شريفة بقات كتشوف حتى سمعت شي صوت موراها. كان حمزة قال هذا هو سيف، كيخلي البنات يغيروا من مراته، ماشي هي اللي تغير منهم. قالت شريفة ما فهمتش علاش كتقول لي هاد الشي. وهو يقول حمزة غير قلت لك وصافي. خلاها مازال كتشوف وخرجنيش عن عند سيف ومشى جلس معاه. ومشات سحر دخلت لبيتها حتى دخلت عليها سارة قالت مسالية. قالت لها سحر اجي جلسي. جلست حداها سارة وهي تضرب لها سحر على كرشها وقالت علاش كديري هكا؟ راه غدت آديه. طلعت مات سارة وقالت شنو؟ وهي تقول سحر علاش مزيرة كرشك بهذاك اللي كيجمع الكرش؟ راه هكا غدت ضري الجنين. قالت سارة بغيتي نخرج بها هكا عادي وهي بدات كتبان، سيف غيقتلني. وهي تقول سحر كون بغي يقتلك ما غيتسناش حتى لدابا. قالت سارة انتي ما عارفة والو، إلى بابا عرف غادي يقتلوني،
يا إما سيف اللي غيقتلني يا إما بابا. وهي تقول سحر: سارة عاودي لي قصتك. قالت: قصتي طويلة بزاف. طبطبات لها على كتفها وهي تقول: وأنا هنا باش نسمعها. قالت سارة: هاد شي ترى شي 5 سنين دابا، كنت جالسة حدا الواد أنا وشي صحاباتي وكنضحكو، حتى داز واحد الولد من حدانا، كان ديما كيشوف فيا وأنا ما معبراهش، أو بالأحرى غير كنبين أنني ما معبراهش. احتل داك النهار وقف الطوموبيل ونزل منها قاصدني. صحاباتي غير شافوه وبداو كيغمزوني وناضوا. جا حدايا وجلس وهو يقول: غتبقاي ديما بايعه شبابك غالي. وهي تقول: اسمح ليا ما فهمتكش. اصيل قرب حداها وهدر: لا فهمتيني ومزيان. يلا بغت تنوض وهو يشدها من ايدها ورجعها حتى جلسات فوق منه. ساره كتركل باش تنوض وكتقول له: واش حماقيتي، طلاق طلاق مني، عرفتي إلا شافنا شي حد. قال: وإلا شافوا؟ قالت سارة: انت راك عايش برا وعاد جيتي ما عارف والو على تقاليدنا وأعرفنا، طلق مني. وهي تقول سارة: نطرت منه بالجهد ومشيت، ولكن نكذب عليك إلا قلت ليك ما فرحتش هذاك النهار، كنت باغا نطير للسماء من اللي عرفت راسي حتى أنا كنعجبه. وسكتات بحال تفكرات شي حاجة ورجعت كملات، ولكن الفرحة عمرها ما كتكمل. الغد ليه غادي نقرأ حتى كيتلقى لي أحمد. قالت ساحر اللي كنت مزوجة به. وهي تقول سارة: آه هذاك كان ولد المنطقة وكان ديما كيتبعني، ولكن معمرني مرتاحيت ليه، كنت كنشوفه في شي بلاصة كنقلب الدورة. احتل داك النهار وقفني بزز ووراني تصاوري مع أصيل وأنا جالسة فوق من رجليه وهو قريب ليا، وحنا جالسين بجوج الدنيا ظهرت بيا. دخت كنت غدا نطيح كون ما شدنيش، وطلب مني نتزوجو، يا نتزوجو يا يصيفط تصاوري لسيف الدين. وهي تقول سحر: علاش ما فكرتيش تعاودي لسيف الدين؟ قالت ليها سارة: مستحيل يدوزها، يقدر يكون كيبان ليك كيبغيني، ولكن انا متاكده كون شاف دوك التصاور وفي هذيك الوقيته غادي يقتلني بلا ما يفكر جوج مرات. اصلا كانوا مشدودين بطريقه اللي مستحيل شي حد يتيق باللي كنت ما باغاش، ولا جا داك الشيء على غفله. طلبته حتى عييت، ولكن في الاخير استسلمت للامر الواقع وتزوجت به، رغم ان سيف الدين كان رافض هاد الزواج حيث كان حمد مشكوك في خدمته. ولكن فرضته عليهم بزز، غرغروا عينيها وقالت: تخيلي في ليلة الدخلة كليت قتلة العصا، اضربني في أول نهار ليا معاه، كنت خايفة ما بغيتش نسلمو راسي، كنت ديما باغا نعيش ديك الليلة مع شي واحد كان بغيه وتبقى في الذاكرة، ولكن دابا يا ريت ما نعقلش عليها بمرة. نزلوا دموعها بحال الشلال وكملت هدرتها: اغتصبني بكل قوتي وقاومت بكل قوتي، ولكن أكيد هو كان قوى مني وبزاف، بحال لكن كينتقم على كل مرة رفضت فيها وكل مرة نقصت مني. كانت أيامي من ورا داك النهار بحال بحال العصا والشقة، كيجي سكران كل مرة وكيعاود نفس الحاجة. كان مريض، كان كيربط ليا يدي مع الناموسية وكيبدا يعكر ليا ويصايب ليا ماكياج ويلبسني ما بغى ويفرض عليا نقول ليه شي هضرة انا ما باغاش نقولها. حتى النهار اللي جاو عندنا واحد جوج ديال الناس اللي كيتعامل معاهم، واحد فيهم هو نور الدين. قالت سحر: نور الدين؟ وهي تقول سارة: اه نور الدين خوش ريفة. جاو وجلسوا معاه وخرجت حطيت لهم القهوة، وعينين نور الدين ما فارقونيش، وأكيد هاد الشي داز قدام حمد اللي غير مشاو وعطاني قتلة ديال العصا علاش يشوف فيا. وصافي عييت ما
ما بقيتش قادره نتحمل. دخل الدار واحد العشيه مورا الخدمه، حتى لقاني حاولت انتحر، ضربت ايدي. من تما تبدلات معاملته وولا خايف توقع ليا شي حاجه، حيت عارف سيف غادي يقتلو بلا ما يرف ليه حتى شي جفن، وولا كيخليني نخرج. ولكن ما كنتش كنتعطل، ومن بعد تلاقيت بنور الدين وعطاني الحنان والحب اللي ديما كنت باغا نعيشه. كنا كنتلاقاو بالسر، حتى حملت منه ولكن ما قلتهاش ليه، حيت كون عرف كان غيدير المستحيل باش يقولها لحمد ويطلقني منه. قالت سحر: وكان حسن تطلقي منه؟ لا، جاوبتها سارة بابتسامة: انتي ما عارفاش حمد، كون عرف الولد ماشي منه ولا شك فيا راني حاملة من شي واحد آخر كان غيقولها السيف والقبيلة ويقتلني. قلت لحمد راني حاملة منه، حمد كان متأكد باللي الحمل راه منه وما شك فوالو، ولكن غيرتو رجعات وضربني حتى جهت، وكل مرة كنت كنمشي للسبيطار بسبابه، حتى اتفقت مع الطبيبة ديالي ويلا غتكمل ليها اتحل عليهم الباب. وكان سيف سارة قلبها كيضرب بالجهد، لا هي لا سحر، حيت عارفين إلا كان سمع هدرتهم سارة الله يرحمها غادة تولي في خبر. كان سيف الدين دخل وهو يمشي نيشان للدريسينج بلا ما يهضر معهم، خرج لابس وها ساكس بور ودار القب ونزلو شوية على عينيه وخرج بلا ما يهز فيهم عينيه، غير سد الباب وصارت نفسات. وهي تقول سحر: ما نعرف فين غادي. جاوباتها سارة: غادي للجهة الأخرى ديال الجردة. وهي تقول: علاش؟ اشنو عنده تما؟ جاوباتها سارة: غيكون عنده شي ماتش وغادي يتدرب. سحر استغربات وقالت: اين ماتش؟ جاوباتها سارة: الملاكمة، سيف كيلعب بعد المرات. قالت سحر: اويلي مضروف ظهره، الخياطة غدا تحل. سيف لتحت لابس وكيضرب في الساك اللي قدامه بالجهد وكيغوت، كيتفكر هضره سارة من اللي كانت كتعاود لسحر. سمع كل شي وشاف كل شي من الكاميرا، ما عرف واش يلوم راسو حيت قصوحيتو خلاتها تخاف تعود ليه، اما كنت فاداو هادشي من الاول. ولا الكلب اللي كان مزوج بختو غير كيتخايل داكشي اللي عودات سارة وكيزيد يجهل ويزيد يضرب، ما حس بوالو من غير الشمطة. ولكن من جهة اخرى خيانة سارة وحملها جوج المرات من نور الدين، كون ما نزلش يلعب دابا كون مشى قتل نور الدين. ولكن فكر في الشريفة، قتل ليها راجلها وغيزيد يقتل ليها خوها، غيخليها في هاد الدنيا ما عندها حد. هادي هي الحاجة اللي خلاته يتراجع، ولكن أكيد ما غيدوزهاش لنور الدين، غير يبرد شوية وغيعرف حسابه معاه. بقى كيضرب ويغوت حتى دخلات شريفة. كان سيف الدين عريان من الفوق وكل ضربة كيتحركوا عضلات إيديه وظهره العريض. شريفة نزلت عينيها على كل تفصيل في جسمه حتى وصلت لبلاصة الخياطة، وبينت ليها غادة بالدم وهو محاش. مشات كتجري وطلعت الفوق بالخف، هزت علبة الإسعافات الأولية ورجعت عنده وقربت حداه كتعيط بسميته، وهو ما كيسمعش، جسمه حاضر ولكن عقله غايب. حتى قاسته ودار عندها خلعها، كانوا عروق جبهته بارزين وعينيه حمر. سيف ما هدرش، شاف فيها وفهمات باللي اشنو. قالت: الدم، الدم في ظهرك. دار سيف شاف في المرايا اللي موراه وبانت له الفصمه فيها الدم، وشاف علبه الاسعافات اللي هازه في ايديها. يلا بغى ينطق وهي تحل شريفة العلبة، وكي مدات إيديها تمسح الدم
بعد سيف الدين وقال ما تقيسينيش. وهي تدخل سحر اللي من بداية الفيلم وهي كتشوف بهدوء، بغات تعرف سيف شنو غادي يدير. ساعة عجبها الحال ومشات بشوية عندهم وخدات من عند شريفة العلبة، وهي تقول بابتسامة شكرا حبيبة، غير هو مرة أخرى غايطي ليا أنا نتكلف براجلي. قالت شريفة أنا ما يكون عنده باس. قالت ليها سحر له لا يوريك باس. غير مشات شريفة وبقات سحر كتشوف فيها، دورات وجهها ولقات سيف كيشوف فيها ووجهه ما فيه حتى شي تعبير، شافت فيه وعرفاته معصب وماشي ديال الهضرة. وبلا ما تفكر جوج مرات تهزات على رجليها وعنقاته، أما هو بقى منزل إيديه وساكت. بقات معنقاه وكتدوز في إيديها على شعره حتى حسات بيه حيد اللي قات ودور إيد وحدة عليها. بقات هكاك حتى حسات بتنفسه رجع طبيعي وهي تبعد وشدات له في إيده. جلساته على كرسي كانت تما وخدات علبة الإسعافات، جبدات منها فاصمة وبدلات القديمة، ومرة مرة كتهز عينيها كتلقاه كيشوف فيها وهي تقول أشنو اللي معصبك؟ دار عندها سيف وما جاوبهاش، وحتى هي ما بغاتش تحكر، عارفة كيدير حتى تخرج منه الهضرة، ولكن غدا تسناه حتى يبرد. شريفة كانت كتشوف فيهم من بعيد، علاش حتى هي ما تلقاش اللي يحميها ويخاف عليها بحال سيف؟ سيف الدين غير بدلات له الفاصمة وطلع الفوق وصبقها قدامه. كانت شريفة جالسة كتفكر حتى دخلت عليها سحر وهي تقول سحر شريفة؟ جاوبتها دخلي. سحر ابتسمت وقالت كنشوف شوفاتك لسيف. شريفة صدمت وهي تقول لا أنا لا أنا. قالت سحر شوفي بلا ما ندورو بزاف، احنا بنات وعارفين بعضياتنا، ما تبقايش تعاملي مع راجلي بحال انا ما كايناش، حيت انا ماشي من النوع اللي كيضرب من التحت، وفضلت نهضر معاك نيشان. شريفة بقت ساكتة وطبطبات ليها سحر على كتافها وخرجت. حمزة كان هو والحاجة في الجردة حتى كتبان ليهم شريفة نازلة وهزة صعك. ناضت عندها الحاجة دغيا وهي تقول بنتي ديالهاش هاد الساك وفين غادة؟ جاوبتها شريفة أنا بغيت نرجع عند خويا. قال حمزة واش قلقك شي واحد؟ جاوبته شريفة لا. سحر كانت كتطل من الفوق حتى جات حداها سارة كتشوف شريفة أمها وحمزة وهي تقول مالها؟ جاوبتها سحر ما عرفتش وقيلا غادة في حالها. وهما كيهضروا معها حتى شافوا شريفة هزات عينيها جهة سحر وهي تهز الحاجة حتى هي عينيها وقالت عرفت الدقة منين جاتك. شوف يا بنتي غادة تجلسي هنا واللي ما عجبو حال يضرب راسه مع أحسن حيط. سحر غير سمعت هاد الهضرة وهي تبتسم ودخلات، الشي اللي زاد استفز الحاجة وبقات كتحاول تقنع شريفة حتى رداتها لبيتها. وحمزة مشى فحال عرف باللي هذا سوق العيالات وما عنده حتى شي دخل فيه. أما الحاجة فاطمة غير رجعت شريفة ودخلت نيشان عند سحر وهي تقول هضرة وحدة غدا نقولها ليك، شريفة بحال بنتي وغدا تبقى هنا، عجبك الحال تبارك الله، ما عجبكش لحيوطة كتار اللي عجبك فيهم ضربي راسك معاه. سحر ابتسمت وهي تقول واخا إذن قولي لهاديك اللي بحال بنتك تجمع راسها مع راجلي باش ما نضربش ليها أنا راسها مع أحسن حيط عندكم. قالت الحاجة كيفاش؟ قالت لها سحر كيف ما سمعتي وعند نور الدين كان جالس في داره وقدامه وراق وخدام عليهم، من بينهم وراق عندهم علاقة بخدمة سيف الدين
حتى سمع الدقان ومشى نيشان حل الباب حتى تصعق بسيف الدين قدامه. سيف الدين حنا راسو ودخل ادخل مخلي نور الدين مصدوم مورا. سد الباب وحاول يهدي راسو وتبعو للصالة. سيف الدين كيشوف لي في عينيه نيشان وكيهضر ببرود، معلموكش تدخل للدار من بابها ماشي من شراجم؟ وزاد قرب حتى ولا قدام وهو يقول له نور الدين، ها كيفاش؟ جاوبو سيف الدين كيف ما سمعتي، وغير كمل هدرته وهو يدخل فيه براسو حتى طاح الأرض ونيفو نازل بالدم. قال له نود وقف. بقى نور الدين كيمسح الدم وكيحاول يشد في الكنابي باش ينوض حتى وقفوا سيف الدين، وغير وقف هزوا من عنقو زدحهم على الحيط وقال له كنت باغي نقتلك ولكن دزتي في وجه اختك الشماتة، ولكن والله تعاود الدور بساحة اختي يا تنقتلك وما نفكر لا في اختك لا حتى في شي حاجة. نور الدين كيكح وقال حاملة من مني. سيف الدين بلا ما يشعر اردخ ليه راسو مع الحيط وبالجهد حتى تقلبو عينيه وهو يقول له ولدها انا غادي نربيه وما نخليش اختي تزوج بنص راجل، وولدها غنطلعو راجل حيت باه شماته طلقو من ايديه. وطاح نيشان الارض كيحل في عينيه ويعاود يسدهم والدم نازل ليه من جبهته. وخرج سيف الدين وخلى الباب محلول وركف طوموبيلتو ديمارة. وصلت العشية وسيف الدين ما جاش، وصحر بقى عقلها كيدي ويجيب حتى نزلت عند حمزة كتطلبو يعيط له. دوز حمزة لابيل وهو يجاوب سيف، وخدات التليفون وهي تقول فينك؟ جاوبها ايش كديري مع حمزة؟ قالت له واش وقت غيرتك دابا؟ فينك؟ كل شي مزيان ياك ما تحلات ليك الجرحة؟ ابتسم سيف الدين حيت من نهار ماتت نادية ما عمرو ما سمع بحال هاد الشي. قال في دار الجبل. قالت انا جاية. وهو يقول لها سيف اعطيني حمزة نهدر معاه، وعطى التليفون لحمزة وطلعت كتجري باش تلبس. دوشات بالخف ولبسات ودارت ماكياج وطلقات شعرها. بدات نازلة وطلقات مع شريفة في الدروج. أول مرة كتشوف سحر لابسة من غير لبس الدار اللي كيحتم عليها سيف يكون مستور بزاف. ابتسمت لها سحر ومشات مخليها مراقبها وكتشوف لبسها وفورمتها. طلعت سحر مع الشيفور وهي تبعهم طوموبيل عابرة بليغارد. غير شافتهم سحر وابتسمت ما بقاوش كيبانوا لها حبس، وإنما خوف سيف عليها